السلام عليكم. فرق للأدوية انت ها؟ بقول لكم ايه؟ أمبول أمبول معايا أمبول بره، خد بالك خليط كده اعشابات، اعمل لكم شوية اعشابات عشان صحتكم بتبقى حلوة. يلا بينا. لا مش الأهل اللي أنا أعرفه، في حاجة غلط. إحنا مش لا إحنا ما كده تسلك كده و لا، في خبور جاي، في خبور جاي أهو. أهو لقيت الخبور يا محمد، الخبور اهو وريني كده. ايوه النبي، هو الخبور صح، انت شاطر، برافو عليك. اما كده يبقى صح، لازم نبلع جول فنتشل بقى في باقي الماتش كده، نبقى يبقى الاهلي صح. انت صح. تيست مايك. بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي الجماهير، ولا مش الجماهير يا أعزائي السادة طب مفيش حاجة باللي ري قبل ما اتكلم؟ مفيش يا. طبعا زي ما انتوا عارفين يعني ايه اكمل ولا مؤاخذة. طبعا زي ما انتوا عارفين، اللهم صل على النبي، ان اللي بيتكسف من بنت عمه ما بيجيبش منها اي حاجة عموما بقى، خد بالك، ما بيقابلهاش اصلا. ليه؟ ما هو بيكسب منها الولد بيكسب منها، فممكن مثلا ايه بنت عمه تيجي البيت يروح جاي وقافل على نفسه داخل جوه. فاحب اقول ان انا يعني اتبسطت في الفتره اللي قعدت فيها من النادي الاهلي، مش الاهلي اللي انا بلعب فيه، مش الزهايمر عندي، عامل اتبسطت في الفترة دي. وأحب أقول طبعا إن خالتي نوجا الفرنساوية دايما أحب أشكرها، لأنها كانت دايما بتبعت لي كرواسون وباتون سالي وسيمون في مي وتك علي وكلبس بجنيه. المهم ف يعني اهم حاجه ان ال اكمل انا اسف، معلش الواحد ما حد يزغدني في جنب كده لما ساهم. المهم ان الناس لازم تكون على قدر من المعرفه، تعرف يعني ايه ان الذرات، خد بالك، لما تدخل في الاستيكات والاول نص منونو. فاحب اشكر بقى النادي الاهلي على الفتره الجميله دي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. والان مع الحكمه والطلاب عبد الرحمن.